بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الامين عليه وعلى من اتبع هداه افضل سلام واتم صلاة. مرحبا بكم ابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي. اليوم باذن الله تعالى سيكون موضوعنا مع درس نصوص حول فضل العلم، والنص اليوم هو حديث نبوي شريف، وهذا الحديث يعد استكمالا للنص الشعري الذي درسناه في الحصة السابقة وكان بعنوان آيات العلم. اليوم سوف نتعرف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونرى ما فيه من جوامع الكلم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبنائي وبناتي، من أهدافنا اليوم التي نريد أن نحققها بإذن الله هو أن يقرأ الطالب النص قراءة صحيحة، ثم يتعرف على معاني المفردات والأفكار الواردة في النص، وبعد ذلك يتذوق مظاهر الجمال الواردة في هذا النص، ومن ثم يجيد الطالب تحليل النص وشرحه شرحا أدريا وافيا، ويتمكن الطالب بعد ذلك من الإجابة عن أي سؤال من الأسئلة المتعلقة بالدرس. هذا هو منهجنا في كل دروس النصوص التي نتناولها سويا. بداية، من قائل هذا النص وماذا تعرف عنه؟ حاول التفكر في هذه الأسئلة ونجيب عنها. طبعا قائل هذا النص هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل وخير الخلق، أرسله الله عز وجل برسالة الخاتمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما الرسالة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إيصالها في هذا الحديث فسوف نتعرف عليها بعد شرحنا لهذا الحديث، ولكن دعونا نتفكر سويا كيف اهتم الإسلام بالعلم وشجع عليه. كيف اهتم الإسلام بالعلم وشجع عليه، وكيف يؤثر العلم في حياة الشعوب؟ نتفكر سويا أبنائي وبناتي ونرى أن الإسلام دين يشجع على العلم، فكانت أول آية نزلت في القرآن الكريم هي قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فالقراءة هي أحد أهم وسائل تلقي العلم. وأيضا جاءت الأدوات التي تستخدم في التعلم مثل القلم والدفاتر اللي هو القراريس والقرطاس، قد أورد مثل هذه الآيات في القرآن، آمون والقلم وما يسطرون. بل إن الله عز وجل ميز الذين يعلمون عن الذين لا يعلمون، فقال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع على طلب العلم، فجعل فداء من أسرى في معركة بدر، في غزوة بدر، أن يعلم كل أسير عشرة من أبناء الصحابة القراءة والكتابة. أما الإجابة عن السؤال كيف يؤثر العلم في حياة الشعوب، فلا شك أن تأثير العلم في حياة الشعوب تأثير كبير، تأثير كبير، حيث يساعد العلم على أن ترتقي حياة هذه الشعوب وتتقدم، ويساعده أيضا في حل المشكلات التي تتعرض لها المجتمعات، ومن ثم فالأمة المتعلمة أمة واعية، أمة متقدمة، أمة قوية. أما الأمة غير المتعلمة فهي أمة ضعيفة متخلفة عن ركب الحضارة. أبنائي وبناتي، كعادتنا عند تناول النصوص نطلب منكم أن تعطوا أنفسكم بعض الوقت، وليكن هذا تصرفكم عندما تقرؤون النص مرة أخرى بأنفسكم،
أو تقرأ نصا جديدا وتحاول أن تعرف أولا التعرف على معاني المفردات الصعبة وذلك بوضع خط تحتها، ثم الاجتهاد في محاولة الوصول إلى المعنى من خلال النص. وعندما نعجز عن معرفة معنى من معاني الكلمة نحاول أن نساعد أنفسنا بالبحث عنها في محركات البحث أو في معاجم اللغة. وبعد القراءة المركزة للنص والتعرف على معاني المفردات نحاول استخراج الفكرة الرئيسية ومجموعة الأفكار الفرعية التي وردت في هذا النص، ثم بعد ذلك نحاول قراءة النص مرة أخرى أو مرة ثالثة لنستخرج منه مظاهر الجمال وبعض الأشياء البلاغية التي قد يطلب مني الإجابة عنها أو استخراجها في الاختبار. النص الآن بين أيدينا، قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا النص كما ورد لديكم في الكتاب المدرسي. مرة أخرى نقرأه عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لترى أجنحتها رضاء لطالب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكون، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كما تعودنا معكم أبنائي وبناتي لدينا في النص بعض الكلمات الملونة باللون الأحمر، نحاول أن نتفكر سويا في المعاني التي تدل عليها من خلال السياق الذي وردت فيه. من اسم شرط، من سلك، وسلك أي صار أو طلب طريقا، يعني من صار في طريق يبتغي، يبتغي أي يريد أو يطلب. من سلك طريقا يريد فيه علما ما جزاؤه؟ سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن أنتم أبنائي وبناتي تسيرون في طريق، تسيرون في طريق سوف يكون نهايته الجنة والفوز بإذن الله عز وجل. فطريق العلم طريق مكرم وطريق جيد يجزيكم الله عليه به كل خير. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي فتح الله لكم به طريقا إلى الجنة بسبب طلبكم لهذا العلم. ليس هذا فقط، بل وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وفي رواية أخرى لا تبسط أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. إذن المكومة الأولى لطالب العلم هي أن الله سبحانه وتعالى يسهل بهذا العلم له طريقا إلى الجنة. ثم المكومة الثانية أن الله عز وجل، أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. ورضاء هنا مفعول لأجل، الملائكة تضع أجنحتها أي يعني تذللها وتخفضها تواضعا لطالب العلم. ليس هذا فقط، نصل الآن إلى المرحلة الثالثة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، يستغفرون أيضا له،
يبقى لدينا في الحديث الآن ثلاث مكرمات. المكرمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة. المكرمة الثانية أن الملائكة تضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم رضاء بما يصنع. والمكرمة الثالثة أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء تستغفر له. والحيتان هو نوع من السمك الضخم الكبير الحجم. ليس هذا فقط، بل هناك مكرمات أخرى. مكرمة الرابعة أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أي أن العالم مفضل على العابد كما يفضل القمر على سائر الكواكب. ليس هذا فقط، بل لدينا مكرمة خامسة، وهي أن العلماء ورثة الأنبياء، والورثة هم من يرثون الميت. فعندما يموت الأنبياء، من الذي يرثهم؟ يرثهم العلماء. لماذا؟ لأن الأنبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما. هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ثم يفسر لنا كيف يكون العلماء ورثة الأنبياء، وذلك لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. والدينار والدرهم من العملات التي كانت تستخدم في العصور السابقة، وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حظ أي نصيب، ووافر يعني كبير ومبارك وعظيم. إذن الذي يرث العلم يكون حظه وافر، أي نصيبه عظيم، لأن العلم من خير الأشياء التي يمكن أن يرثها الإنسان. مرة أخرى نقرأ النص بعد ذلك، بعد تفسير لمعاني المفردات الملونة باللون الأحمر، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أو فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نحاول أن نستخرج بعض الأفكار الواردة في النص الآن أبنائي وبناتي، بعدما تعرفنا على معاني المفردات، فنجد أن النص اشتمل على الكثير من الأفكار الجميلة. فمنها مثلا جزاء العالم العلماء، أو ممكن أن نقول جزاء من يسلك طريقا يبتغي فيه علما. وطبعا في هذا السطر الأول سيكون سيسهل الله به طريقا إلى الجنة. وبعد ذلك نرى المكرمات التي تنتظر طالب العلم، وهي يسهل الله له طريقا إلى الجنة، وتضع الملائكة له تواضع أجنحتها تواضعا، ويستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وأن فضله على أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، سيكون مميزا حتى على العباد الزاهدين. ليس هذا فقط، بل إن العلماء سيكونون معاني بعض المفردات التي وردت. كمثلا لدينا كلمة سلكة، أي قبضها طويلة الجنة، ويبتغي أن يقرب ويترك ويزهد. أما الجنة هي دار النعيم في الآخرة، ومدارها وجمع الجنة الجنان. والملائكة مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومعنى كلمة تضع أي تبسط أجنحتها وتحفظها. ورضاء المراد تكريما وتقديرا لطالب العلم، ومضاد تكريما سخطا وغضبا. والعلم هو المعرفة، ومضادها الجهل.
ويستغفر له أن يطلب له المغفرة. والفضل هو المزية والمكانة المتميزة، وجمعها أفضال وفضول. أما العابد فالمراد به المتفرغ للعبادة، الإنسان المنقطع للعبادة يسمى عابدا. وسائر الكواكب أي بقية الكواكب وجمعها سوائر. والورثة هم من يأخذون العلم عن العلماء عن الأنبياء وينشرونه، وجمع الورثة الوارث. يورثه أي يتركه ميراثا. أما الدينار والدرهم فهي كما قلنا أنواع من العملات التي كانت تستخدم قديما، وما زال بعضها يستخدم في بعض الدول حتى الآن. فمثلا عملة الإمارات، دولة الإمارات العربية، الدرهم، وعملة دولة الكويت، الدينار. أخذ به يعني اتبعه وعمل به ولزمه، ومضادها أعرض عنه. والحظ أي النصيب، وجمعها حظوظ. أما بخصوص الأفكار التي وردت في النص، فلدينا فضل طلب العلم وفضل العالم على غيره من الناس، ومكانة العلماء التي يستحقونها. طبعا كما قلنا وتناولنا الحديث سويا منذ قليل، فهذا الحديث الشريف يدعونا إلى طلب العلم، لأن طلب العلم باب من أبواب الجنة. فنتأمل أبنائي وبناتي الميزات والمكرمات التي يحظى بها طالب العلم في اللوحة التي أمامنا. فطالب العلم يسهل الله له طريقا إلى الجنة، وتكرمه الملائكة وتعتني به وترفع منزلته تقديرا له على علمه. أيضا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، يعد طالب العلم أفضل من العابد، لأن خير العابد لنفسه أما خير العابد. ننتقل الآن أبنائي وبناتي إلى الوقوف عند بعض مظاهر الجمال التي وردت في هذا النص الكريم. فمثلا قوله رضي الله عنه، جملة اعتراضية الغرض منها الدعاء لأبي الدرداء. وأبي الدرداء كما نعلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا عنه الحديث. وقول الصحابي أبي الدرداء رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الأمر يدل على الأمانة العلمية في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كانوا يحرصون أشد الحرص على الصدق عندما يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه إلى الناس لينتفعوا به. وإضافة كلمة رسول إلى الله فيها تشريف وتكريم وتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما قول أبي الدرداء صلى الله عليه وسلم فهي أيضا جملة اعتراضية الغرض منها الدعاء والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تعبير فيه تأدب عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي علينا عندما نسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، أي نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أو نقول صلى الله عليه وسلم، لأن في صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم نور ورحمة وبركة. والله عز وجل قد أمرنا بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تشرح القلب وتفرج الكرب وتقرب من رضوان الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل لمن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صلاة، فالله عز وجل يصلي عليه بها عشرة. فإذا أردنا أن يصلي الله علينا وأن يذكرنا الله في من عنده، فلنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما، أسلوب شرط فيه تشجيع وترغيب في طلب العلم. قد ده الفعل يبتغي مضارعا ليدل على التجدد والاستمرار،
وجاء مضارعا بعد الفعل سلك للماضي لبيان أهمية الإرادة واستمرار. النبي صلى الله عليه وسلم سلك به طريقا إلى الجنة، فهذا جزاء الشرط أو جواب الشرط، وهو تصوير للعلم النافع بالطريق الموصل إلى الجنة، وهو نتيجة لما قبله. يعني هذا القول، هذه الجملة نتيجة لما قبلها. وتنكير كلمة طريق بإفادة التعظيم والعموم والشمول. أي طريق، أي وسيلة يتبعها الإنسان ليكتسب من خلالها العلم، شرط أن تكون هذه الوسيلة مشروعة، فهي طريق إلى الجنة. أما في قوله صلى الله عليه وسلم ورثة العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينهم بإنا، والغرض منه التأكيد على قيمة العلم ونزاهة العلم، ليشمل الكثير والقليل من المال وتنكيرهما أيضا للتقليل، دينار ودرهم للتقليل، أما الجمع بين الدينار والدرهم يعني القليل والكثير القليل. إنما ورث العلم هذا أسلوب يسمى أسلوب الحصر أو أسلوب القصر، وسيلته إنما يعني وفيه تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء لم يتركوا خلفهم دينارا ولا درهما، بل الذي تركوه إنما هو العلم النافع الذي يهدي الناس إلى الحق. وفيه تصوير للعلم بالمال الذي يتركه الميت لورثته، وفيه تعظيم لشأن العلم وأسلوب قصر أداته إنما لإفادة التخصيص والتوكيد. إذا لما نرى إنما مباشرة نقول عنها أنها أسلوب قصر، أسلوب قصر ووسيلته إنما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، عير جميل يدل على كثرة النفع الذي يعود على طالب العلم، وهو أسلوب شرط فيه ترغيب في طلب العلم والعمل به. أخذ بحظ الوافر نتيجة أيضا لما قبله، ثمان أداة الشرط وبعدها جملة الشرط، ثم هنا جواب الشرط أي وجملة قبلها. وتنكير كلمة حظ أيضا تفيد التعظيم الذي ورد في هذا الحديث النبوي الشريف. ثم ننتقل إلى بعض الأسئلة مع إجابتها. لدينا السؤال الأول ويقول: كيف حفز أي شجع الإسلام أبناءه على طلب العلم؟ والإجابة عن ذلك نقول أن الإسلام دعا في العديد من الآيات والأحاديث إلى طلب العلم، وبيان ما فيه من فضائل ومكان تعني صاحبها. أما السؤال الثاني فهو: كيف رغب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب العلم؟ فنقول: رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في طلب العلم لأن جعل الله له طريقا إلى الجنة، وتكريم الملائكة والصفات المخلوقات لحامل العلم، بل جعل فضل العالم على العالم بفضل القمر على سائر الكواكب، وبشر حامل العلم بالحظ الوافر والأجر العظيم. والسؤال الثالث: ما المقصود بالعلم، ما المقصود بالعلم في الحديث، ومن العلماء الذين تحدث عنهم؟ المقصود بالعلم في الحديث هو أي علم نافع والعمل به، والعلماء هم الجامعون بين العلم والعمل، فالعالم هو الذي يخشى الله بعلمه وفي عمله. لماذا يدعون هذا الحديث الشريف إلى طلب العلم؟ لأن العلم باب من أبواب الجنة، وبه تتقدم الأمم وتنهض الشعوب. ما الذي يدعون إليه هذا الحديث؟ يدعون إلى طلب العلم والحرص على تحصيله لما له من فوائد عظيمة. للعلم أفضال متعددة، وضح ثلاثة منها. قلنا أن للعلم أفضال كثيرة، وقد عددنا منها خمسة التي وردت في الحديث، من استغفار دخول الجنة وتكريم الملائكة لطالب العلم والاعتناء به، واستغفار الكائنات له، وتفضيل العالم على العابد، وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. لماذا كان تقديم العالم على العابد في الفضل والمنزلة؟ قلنا منذ قليل أن العابد فضله يقتصر على نفسه،
أما العالم ففضله يتعدى إلى غيره، لأن العالم يفيد نفسه ويفيد غيره، أما العامل فعبادته تنفعه في نفسه فقط. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العابد بالكوكب والعالم بالقمر؟ صورة جميلة جدا من أسوار من صور البلاغية تشبيه، وذلك لأن القمر يتميز عن الكواكب بنوره الساطع الذي يهدي الناس في ظلمات الليل. مثله مثل العالم، مثله مثل العالم الذي يتميز أيضا عن سائر الناس أنه يقود الناس إلى الخير ويرشدهم في ظلمات الجهل والضلال. لماذا كان العلماء ورثة الأنبياء دون غيرهم؟ لأن العلماء هم الأشخاص الذين ميزهم الله عز وجل واختصهم، وهم أكثر الناس خشية لله ومراقبة له، فكانوا هم أحق الناس بأن يرثوا الأنبياء، ولأن ميراث الأنبياء العلم وليس الماء، والعلم وحدهم هم الذين يدركون دون غيرهم قيمته. كان الأنبياء الخير يهدون الناس في ظلمات الجهل. في الحديث الشريف بيان لجزاء طالب العلم وتكريمه، وضح ذلك الجزاء بأن الله تعالى له الجنة جزاء سعي إلى طلب العلم، أما التكريم فهو أن الملائكة ترعاه وتستغفر له كل الكريم. كيف يا بني تخدم بلدك وتنفع نفسك من طريق العلم؟ أخدم نفسي وبلدي بالحرص على السعي لطلب العلم النافع الذي يخدم مجتمعي وينهض به ويكون سببا في دخول الجنة. أيهم أفضل ولماذا؟ ميراث المال أم ميراث العلم؟ طبعا كلنا سوف نختار ميراث العلم، لأن المال يفنى أما العلم وأثر العلم يمتد حتى بعد موت الإنسان ورحيله عن هذه الدنيا، يبقى عمله الصالح من العلم. فمن ضمن العمل الصالح أن يترك الإنسان علما ينتفع به ويأخذ عليه أجرا إلى يوم القيامة. العلم لأنه باطل ومستمر مع صاحبه حتى بعد موته، ويكون أيضا سببا في دخوله الجنة، ويعود النفع عليه وعلى غيره. أما ميراث المال فهو زائل، يعود إلا على صاحبه ويفرغ منه بعد موته، فالإنسان عندما يموت لا يخرج. أما علمه فيترك بعضه تلاميذه وكتبه وبيته، فالناس جميعا ينتفعون من هذا العلم النافع. فنحن ما زلنا ننتفع بكتب القدماء الذين علماؤنا الأجلاء القدماء الذين توفوا منذ قرون عديدة. لدي الآن أبناء وبناتي بعض الأسئلة والأنشطة على هذا الدرس، وأريد منكم أن تسرعوا بالإجابة عنها. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. يدعونا الإسلام إلى طلب العلوم الدينية، هل هذه العبارة صحيحة؟ يعني نتعلم القرآن والسنة والحديث ونضرب مثلا الطب والصيدلة والهندسة، إذا هذه العبارة غير صحيحة، لأن الإسلام عندما دعانا إلى طلب العلم طلب أن نحرص على العلم النافع، سواء كانت علوم الدين أو علوم الدنيا، ما ينفعنا في ديننا أو ينفعنا في دنيانا وفي حياتنا، منها الطب والصيدلة وغير ذلك من العلوم. طلب العلم طريق لدخول الجنة، هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، قال هذه عبارة صحيحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ميراث الأنبياء العلم؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. إذا ميراث الأنبياء هو العلم. مكانة طالب العلم أسمى من مكانة المنقطعين للعبادة، هذه العبارة صحيحة؟ نعم، عبارة صحيحة، لأن طالب العلم أثره يمتد إلى
غيره، أما المنقطع للعبادة الذي يجلس العبادة فقط فأثره يكون قاصرا على نفسه، فلا هو ينفع نفسه ولا ينفع غيره. أما طالب العلم فهو ينفع نفسه ولا ينفع غيره. مكانة لا وأسمى من مكانة العابد. طالب العلم في غنى عن العبادة لأن الله ضمن له الجنة، هل هذه العبادة صحيحة؟ نعم، أراكم تجيبون، هذه العبارة غير صحيحة. نعم غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأن الإنسان العالم الحق هو الذي يكون أكثر لله خشية، لأن أكثر الناس خشية لله هم العلماء، ومن يخشى الله لا يستغني عن عبادة الله. من يخشى الله، من يخاف الله لا يستغني أبدا عن عبادة الله. والعالم يكون مدركا لقدرة الله وجلال الله وعظمة الله، سيكون أكثر حبا وأكثر شوقا وأكثر عملا بما علم. فطالب العلم لا يغني عن العبادة، حتى ولو كان حتى لو كان العالم قدمنا الجنة. أكمل الشكل الثاني من فوائد طلب العلم، طبعا ذكرنا بعض منها في الحديث، ذكر بعض منها في الحديث النبوي الشريف، ويمكنك أن تذكر منها غير ما ورد في الحديث النبوي الشريف. فمثلا باستطاعتنا أن نذكر أي فائدة من فوائد العلم التي تعلمناها أو التي ندركها وفهمناها جيدا من خلال النص. فمن فوائد طلب العلم استغفار الملائكة وتكريم الله عز وجل له بدخوله الجنة، وينفع نفسه ووطنه، طالب العلم ينفع نفسه وينفع وطنه، وفضل العالم على العابد على كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن طلب العلم من الأمور التي تسعد الإنسان وتجعل له قيمة في الحياة. أمور كثيرة جدا يمكنكم أن تختاروا منها ما تشاءون. ننتقل إلى النشاط الثاني. لدي بعض الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا حور؟ أين أنت؟ أحسنتم يا شباب، بارك الله فيكم أبنائي وبناتي. مرادف يبتغي هي يطلب أو يريد أو يسلك. مرادف يبتغي يريد أو يطلب. نعم، شكرا شكرا لإجاباتكم الطيبة. مضاد الجنة النار. أما جمع طريق فهي طرق. ما جزاء طالب العلم وما شروط العلم الصحيح؟ جزاء طالب العلم كما نعلم كثير وفضل عظيم. أولا، سوف يسهل الله له طريقا إلى الجنة. ثانيا، سوف تستغفر له الملائكة وتبسط أجنحتها له. ثالثا، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ها، نذكر أيضا من الجزاء، جزاؤه عظيم، أن فضله سوف يكون على غيره كفضل القمر على سائر الكواكب. أيضا نذكر منه أنه سوف يكون وريثا للأنبياء. أما شروط العلم الصحيح، ما شروط العلم الصحيح؟ شروط العلم الصحيح هو أن يكون علما نافعا، وأن يبتغي به وجه الله عز وجل، وأن يريد به الخير للناس جميعا. هذه هي شروط العلم الصحيح. ما الجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به. أسمعكم وأراكم تكتبون تتذكر. أما علاقة قوله سلك الله به طريقا إلى الجنة، نتيجة لما قبل، وأن كلمة طريقا وجاء الفعل يبتدأ دماغي. فطلب العلم لا يتوقف عند مرحلة معينة، فلا تقول لي مثلا أن طلب العلم يتوقف عند المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو بعد التخرج. لا، بل إن الإنسان يستمر في التعلم طوال حياته من المهدي إلى اللحد، يستمر في التعلم كل يوم تزداد معرفة ويكتسب خبرات جديدة لم يكن يعرفها من قبل.
ننتقل الآن إلى الثالث، وإن العالم الذي يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العارض كفضل القمر على سائر الكواكب. مرادف يستغفر، مرادف يستغفر أي يطلب المغفرة. أحسنتم يا شباب، بارك الله فيكم. ومضاد العالم، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، الجاهل. وجمع القمر الأقمار، إجابات رائعة. لماذا تستغفر الكائنات لطلب العلم، لطالب العلم؟ لماذا تستغفر الكائنات لطالب العلم؟ لأنه يفعل أمرا عظيما، لأنه يفعل أمرا عظيما، وتستغفر له يفعل أمرا إيه؟ أمرا عظيما، وأنه وريث للأنبياء، وأنه وريث للإيه؟ للأنبياء. ما الجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صور العالم أو شبه العالم بالقمر في الضياء والرفعة وعلو المكانة والمنزلة، وشبه باقي الناس بين الكواكب التي تستمر لها من غيرها. وجاءت كلمة العالم والعابد معرفة لإفادة التخصيص التعيين، وجاءت كلمة الكواكب جمعا لإفادة الإيه؟ الكثرة. إذن هنا تعددت مظاهر الجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وهنا نجد أيضا أنها صورة جميلة، تشبيه جميل، تشبيه تمثيلي، حيث صور العالم في مكانته ومنزلته في القمر، ثم صور باقي الناس العاديين بالكواكب التي تحتاج إلى غيرها لتضيء. وهنا أبنائي وبناتي نصل إلى محطتنا الأخيرة، وهي الواجبات. أريد منكم الآن أن تلتقطوا بكاميرات هواتفكم هذين السؤالين ثم تجيبون عنهما. هذا السؤال الأول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ما معنى كلمة يبتغي والجنة ومضاد سلك؟ وما جزاء طالب العلم في الدنيا والآخرة؟ واستخرج من الفقرة السابقة أسلوب شرط واذكر غرضه، ثم اذكر قيمة تنكير كلمة علم. هذه الأسئلة قد تناولنا معظمها في الشرح وفي حل الأسئلة السابقة، ثم بعد ذلك أكتب الحديث حتى نهايته، أكتب الحديث حتى نهايته. التقط الآن هذه اللوحة بناتي حتى تستطيعون الإجابة عنها بعد انتهاء وقت المحاضرة. والسؤال الثاني أمامكم الآن، التقطوه أيضا بكاميرات هواتفكم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر، ما معنى ومضاد العالم وجمع فضل؟ العالم أفضل من العابد، فلماذا؟ يعني لماذا كان العالم أفضل من الإيه؟ من العابد. ما الجمال في الفقرة السابقة؟ بين أثر العلم على الفرد والمجتمع. بهذا السؤال أبنائي وبناتي نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وفي انتظار استفساراتكم على الشات لمدة 5 دقائق سوف نحاول الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة التي ترسلوها إلينا. وأترككم في رعاية الله وحفظه، مع خالص دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح.